يقول: حلفت والدتي 4 أيمان بين كل واحدة فترة، فكم الكفارة عنهما بالمال؟ أي ما مقدار المال الذي يدفع؟ الأيمان فيها تفصيل، إن كانت على شيء واحد قبل التكفير ففيها كفارة واحدة، وإن كانت على أشياء متعددة أو على شيء واحد لكن تكررت بعد التكفير فلكل يمين كفارة مستقلة، وهي إطعام 10 مساكين أو كسوة 10 مساكين أو ذبح أو عتق رقبة أو عتق رقبة، هذه الثلاث يخير فيها، فإذا لم يجد شيئا منها فإنه يصوم 3 أيام. فكفارة اليمين فيها تخيير وفيها ترتيب، تخيير بين هذه الأمور الثلاثة وترتيب بينها وبين صيام 3 أيام. نعم.